بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري المحلي والذي أقدمه لكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر. اهتزت مدينة عموشة الواقعة شمال ولاية سطيف على وقع حادث مرور بوسط المدينة، سببه فقدان صاحب شاحنة كبيرة من نوع دايو للفرامل في منحدر الطريق الوطني رقم 9، أودت بحياة الشيخ صاحب 63 سنة مع إصابة 9 أشخاص وتلف 9 مركبات سياحية بأضرار جسيمة، هذا الذي جعل سكان المنطقة يخرجون عن صمتهم ويطالبون السلطات المعنية بإخراج الشاحنات الثقيلة من الوسط الحضري. أكثر تفاصيل مع فارس شيب. الحادث تم تلا في شاحنة ذات وزن ثقيل أصابت عدد حوالي 10 سيارات خفيفة، خلفت 10 ضحايا وضحية متوفاة في عين المكان. سبب الحادث يعود إلى ضياع الفرامل اللي شاحنة. السيد هذاك اللي توفى هنايا كان ياكل عندي هنا، ومن بعدك جا خرج خلى الماكلة نتاعو، قدر له ربي هذا ما راح يجيب البيدو نتاع الماء باش يعمرون الخدامة نتاعو، عنده هو عنده شانتي الفوق، ومن بعد هذاك السيد هذاك خرج معاه جاب البيدون. احنا انا كنت نسربي لداخل، سمعت هذاك تفضلي كان حكم هنا يخدم وعيط، ومن بعد جرينا كاع من ريستورا جرينا رجاع لحقنا مسكين لحقنا هنا طايح هنا الطوموبيل لقاها يخبطها وهكذا رايح جاي يهرب رايح جاي اللي فرا ما عندوش اللي فرا ما والو. الطريق نورمالمون الطريق اللور ينحيو منه. راح له السيمير الكاميرا راح له ما دخل فيها هنا في لاريير، هذا كل ما من موسمه نورمال ينحيو اللور.